مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الحادي عشر أدبي، موعدنا مع درس من مادة العلوم الفصل الدراسي الأول. الوحدة الأولى نمط الحياة والصحة. إن شاء الله الدرس هيكون صحة القلب، وده الجزء الثالث من هذا الدرس، ارتفاع ضغط الدم. طبعا عندي بعض الأهداف لازم أعرفها في نهاية الدرس، يجب أن يكون الطالب قادر على. الهدف الأول معرفة كيفية قياس ضغط الدم، وده صاد 21 من الكتاب المدرسي. الهدف الثاني يعرف الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. الهدف الثالث اللي هو معرفة الأسباب التي تؤدي إلى تقليل أو تقلل من أخطار ارتفاع ضغط الدم. عندي بعض المصطلحات الرئيسية أخذناها قبل كده، اللي هو نبض الراحة وضغط الدم والضغط الانقباضي والضغط الانبساطي وارتفاع ضغط الدم. بسم الله نبدأ. ارتفاع ضغط الدم اللي هو يعتبر مشكلة وكتير ناس بتعاني منه، وأول سؤال بدنا نسأله ما هو ضغط الدم؟ ضغط الدم هو الضغط الناتج من الدم على الجدار الداخلي للشرايين، والشرايين هي المسؤولة عن نقل الدم من القلب إلى باقي أجزاء الجسم. في عندنا الضغط الانقباضي، هذا الضغط يحدث بعد انقباض القلب. والضغط الآخر هو الانبساطي اللي بيحدث بعد انبساط القلب، يعني ما بين نبضات أو ضربات القلب. طيب ما هو ضغط الدم الطبيعي؟ أو يعني كم بيكون ضغط الدم عشان نحكي عنه طبيعي؟ لازم يكون أقل من 120 على 80، وحدة القياس مليمتر زئبقي عشان نحكي عنه طبيعي 100%. لكن في عندنا ضغط دم فوق الطبيعي، إنه يكون الضغط الانقباضي من 120 إلى 129. مراحل ومستويات ارتفاع ضغط الدم. المرحلة الأولى الضغط الانقباضي من 130 إلى 139، والضغط الانبساطي من 80 إلى 89. بالنسبة للمرحلة الثانية من 140 على 90 فما فوق، يعني بنحكي عن ضغط الدم إنه مرتفع فعلا لما يكون أكثر من 130 على 80. سابقا كانت لا، كانت من 140 على 90 نبدأ نحكي إنه هذا ارتفاع في ضغط الدم. أنواع ارتفاع ضغط الدم. في عنا نوعين رئيسيين، النوع الأول الأساسي اللي هو النسبة الأكبر من الناس عندهم الأساسي بيكون أكثر من 90%، والنوع الثاني الثانوي. بالنسبة للنوع الأساسي ما له سبب مباشر، مجرد عوامل وراثية وبيئية، وإن شاء الله كمان شوي حنحكيهم. بالنسبة للثانوي بيكون في سبب واضح وصريح ومباشر، يعني مثلا مشكلة موجودة في الكلية أو مثلا مشكلة موجودة في الغدد، وحنحكيهم إن شاء الله الآن. هنبدأ مع عوامل ارتفاع ضغط الدم الأساسي. في عنا العمر، كل ما زاد العمر بزيد احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم. الأصل العرقي، يعني مثلا الناس من إفريقيا بيكون عندهم احتمالية أكبر. تاريخ الأسرة، لو واحد مثلا أبوه أو أمه عندهم ارتفاع ضغط الدم فهو معرض أيضا لارتفاع ضغط الدم. السمنة، الخمول الجسدي، واحد ما بيتحرك كتير بيضل قاعد كتير، وهكذا. التدخين أيضا كذلك، كثرة الملح في الطعام وقلة البوتاسيوم. وأيضا من العوامل الضغط النفسي، وفي عوامل مهم اللي هو السكري وكثرة السكريات بشكل عام، وأيضا ارتفاع الدهون في الدم. أعراض ارتفاع ضغط الدم. عادة ما في أعراض لارتفاع ضغط الدم، ممكن تظهر بعض الأعراض زي الصداع، نزف من الأنف، شعور بعدم انتظام نبض القلب، وأيضا طنين الأذن. ونبدأ مع الحمية الغذائية. الحمية الغذائية الصحيحة تساهم في تقليل ضغط الدم حوالي 11.4 على 5.5، يعني الضغط الانقباضي بقل تقريبا 11.4 والضغط الانبساطي بقل 5.5. ينصح بتناول الفواكه، الخضروات، البقوليات والحليب قليل الدسم، والابتعاد عن المشروبات المحلاة.
كذلك يفضل الطعام قليل الدهون والكربوهيدرات، خصوصا الدهون المشبعة الموجودة في الجبن واللحم الأحمر والزبدة. بدلا من ذلك، يعني بدلا من الدهون المشبعة، ينصح بالدهون غير المشبعة الموجودة في السمك، زيت الزيتون والمكسرات. النقطة الثانية اللي بدنا نحكي عنها عدم الإكثار من الملح. عملوا مقارنة بين طعام يحوي الكثير من الملح وطعام يحوي القليل من الملح، فكان الفرق في الضغط بين هذول الأشخاص بعد ما أكلوا كثير وأكلوا قليل من الملح 8.9 على 4.5، يعني الضغط الانقباضي قل تقريبا 9 والضغط الانبساطي 4.5. عدم الإكثار من الملح يعني ما يزيد عن 6 جرام يوميا. لو نلاحظ الحمية الغذائية قللت لنا الضغط لحالها حوالي 11 على 5.5، وتقليل الملح أو عدم الإكثار من الملح قلل الضغط تقريبا 9 على 4.5، يعني المحصلة 20 على 10، وهذا إشي كتير حلو. يعني لو واحد مثلا ضغطه 145 على 85 وعمل الحمية الغذائية وما أكثر من الملح في الطعام، فممكن ما يحتاج أصلا لأي دواء، فقط هذول الشغلتين تساهم في إرجاع ضغطه إلى الطبيعي. تخسيس الوزن. يساهم تخسيس الوزن في خفض ضغط الدم، تقريبا كل 9.2 كيلوغرام ينقص وزن الشخص بيخفض الضغط حوالي 6.3 على 3.1، وهذه قيمة كتير ممتازة. التمارين الرياضية. ينصح بالقيام بالتمارين الرياضية 30 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع. من التمارين الرياضية أيضا اللي ممكن الشخص يعملها المشي أو الجري أو السباحة. من خلال الفيديو السابق قم بعمل ورقة KWL. طبعا احنا عارفين KWL اللي هو لازم تكون بعض المعلومات موجودة عندك، وبعض المعلومات تتعلمها من القراءة أو مشاهدة الفيديو، وبعض المعلومات تريد أن تعرفها ولم تحصل عليها من الفيديو أو القراءة. يبقى ماذا تعلم من قبل وماذا تعلمت بعد القراءة ومشاهدة الفيديو؟ ماذا كنت تريد أن تعلم بعد ما تعلمته من القراءة أو مشاهدة الفيديو؟ طبعا عندي أول نقطة، المفروض أن أنا أكون عارف أني ضغط الدم الطبيعي كان كام، اللي هو 120 على 80 طبعا ملي متر زاوية. طبعا عندي هنا اللي أنا كنت أعرفه أني الأملاح تزيد من ضغط الدم. كمان كنت عارف ان السمنة تزيد من ضغط الدم. اللي انا اتعلمته بعد القراءة او مشاهدة الفيديو اني الضغط المرتفع بيصل الى كام؟ 140 على 90 او اكتر. كمان عرفت اني بعض السلوكيات بتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. كمان عرفت إني ضغط الدم قاتل صم. اللي انا كنت عاوز اعرفه وما عرفتوش من الكتاب او من الفيديو، اول حاجة اني الضغط المرتفع هل يسبب
انفجار الشرايين هل هو بسبب انفجار الشرايين؟ كمان هل الضغط من الأمراض الوراثية؟ ده كله اللي أنا كنت المفروض أعرفه ولكن لم أحصل عليه. هنا هنشوف بعض الأسئلة بالاستعانة من الكتاب، ما المقصود بضغط الدم؟ طبعا أنا عرفت زمان إن ضغط الدم هو مقدار الضغط الذي يبذله القلب ليجعل الدم يتدفق، أو ممكن بتعريف تاني اللي هو القوة الضاغطة على جدران الشرايين لكي يتدفق الدم. لماذا يسمى ضغط الدم بالقاتل الصامت؟ طبعا لعدم ظهور أعراض واضحة على الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم وخاصة كبار السن. هل يمكن الوقاية من أمراض القلب والأوعية؟ أكيد نعم، ممارسة الرياضة بانتظام تقيني من أمراض القلب، اتباع نظام غذائي معقول، الامتناع عن التدخين، دي كلها عبارة عن سلوكيات تؤدي إلى الوقاية من أمراض القلب. طبعا أنا شايف هنا في رسمتين، في حاجة اسمها شريان مسدود يعيق تدفق الدم، أنا شايف هنا كمية من الدهون أهي، دي دهون، وبالتالي عندي هنا هيكون الضغط مرتفع. طب وهنا الضغط طبيعي، ليه؟ لأن مفيش كمية من الدهون. طبعا هنا أقول الضغط ممكن يكون 140/90، وهنا الضغط يتراوح ما بين ممكن يبقى 120/80 أو أقل. التوت بأنواعه غذاء جيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم، يحتوي على مادة تسمى الأنثوسيانين، أثبتت الأبحاث دورها الكبير في صحة القلب وفي خفض ارتفاع الضغط بنسبة 8%. الموز من الفاكهة الجيدة لصحة القلب والضغط، غناه بالبوتاسيوم يلعب دوراً حيوياً في علاج هذه المشكلة الصحية. بحسب جمعية القلب الأمريكية، يقلل البوتاسيوم آثار الصوديوم الموجودة في جدران الأوعية الدموية ويدعم بالتالي وظيفة القلب. الشمندر أو البنجر يقلل من ارتفاع ضغط الدم على المدى القريب والبعيد. كوب واحد يومياً من عصير البنجر يخفض ضغط الدم المرتفع للمستوى الطبيعي ويحسن أداء القلب. الشوكولات داكنة من الأطعمة التي ينصح بها لمرضى ارتفاع ضغط الدم. بحسب مراجعة بحثية، فإن الشوكولا التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو مفيدة لصحة القلب والشرايين ومناسبة لمرضى ارتفاع الضغط الشرياني. الكيوي أيضاً من الفاكهة الصديقة للقلب وللضغط المرتفع. تناول 3 حبات يومياً من هذه الثمرة ولمدة 8 أسابيع يحسن قراءات ضغط الدم المرتفع لدى المصابين. الشوفان وجبة الألياف الغذائية الصحية ينصح بتناولها يومياً للمرضى والأصحاء على حد سواء. يحتوي على نوع من الألياف يسمى بيتا جلوكان، أثبتت الأبحاث دوره الكبير في تقليل ارتفاع ضغط الدم. وأخيراً يؤكد باحثون أن الخضروات الغنية بالأوراق من الأطعمة المهمة جداً لمرضى ارتفاع ضغط الدم. تناول وجبة إلى 2 من الخضروات الورقية يقلل بشكل كبير من هذه المشكلة الصحية، كما أنها تضمن بقاء ضغط الدم في المستوى الطبيعي للمريض. استراتيجية الاستقراء، احنا دايماً بنقرأ في الكتاب، وبالتالي قراءة الكتاب صفحة 21، وهنقوم بحل بعض الأسئلة. عدد بعض الخيارات الآتية أو التي تزيد من ارتفاع
ضغط الدم والتي تقلل من عدة بعض الخيارات التي تزيد من ارتفاع ضغط الدم والتي تقلل من ارتفاع ضغط الدم. هنملأ الجدول ده في عوامل تؤدي إلى زيادة ضغط الدم، منها ممكن نسامع واحد بيقول التدخين، صح؟ طب يا ترى التدخين بيعمل ايه؟ بيسبب انسداد للشرايين. الشيء الثاني ممكن اللي هو عدم او قلة، عندي هنا قلة قلة الحركة، كمان الإكثار من الأملاح، وإيه كمان تاني اللي هو تناول الدهون بكثرة. طيب عوامل تقلل من ضغط الدم، أكيد يبقى عندي هنا عدم التدخين، عندي ممارسة الرياضة بانتظام، طبعا بانتظام، وهنا ممارسة الرياضة بانتظام. الاكثار من الاملاح يبقى قلة تناول الاملاح، طبعا عندي هنا عدم او قلة تناول الدهون، بدي كلها عبارة عن عوامل أو سلوكيات تؤدي إلى زيادة ضغط الدم وتقليل من ضغط الدم. لو أنا أحب أغلق الدرس وهسأل عد ثلاث أشياء أو ثلاث سلوكيات تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، ممكن عندي التوتر والقلق شيء تاني ممكن اللي هو قلة الحركة زي ما ذكرنا سابقا، قلة الحركة عندي كمان اللي هو الأملاح، عدد ثلاث أشياء تقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم. يبقى عندي ممكن أقول طالما توتر يبقى الهدوء وعدم الانفعال، عدم الانفعال، كمان عندي ممارسة الرياضة. الشيء الثالث اللي هو تقليل الدهون في الوجبات،
تقليل الدهون في الوجبات، تقليل الدهون في الوجبات. وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.